يقول السائل: جامعت الزوجة في رمضان وسألت بعض الناس وقلت له لا أستطيع الصيام، فقال لي أخرج النفقة وأخرجتها ولكن قلبي غير مطمئن، هل علي شيء؟ إيش النفقة؟ الواجب عليك أحد ثلاثة أمور: إما أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا. بهذا الترتيب، بهذا الترتيب إن قدرت على العتق تعتق ولا يجزيك غير العتق. إما قدرت على العتق تصوم شهرين متتابعين ولا يجزيك غير الصيام. إذا ما تستطيع الصيام فإنك تطعم 60 مسكينا مع التوبة إلى الله وقضى هذا اليوم الذي أفسدته بالجماع، تقضيه وتطعم عن كل وتكفر الكفارة المذكورة مع التوبة إلى الله. نعم، أحسن الله. وقضاء اليوم. نعم،